قفشه امبارح سجل لحظه مهمه جدا، لانه كمان احتفل معاه الكابتن خالد بيبو ومستر بيتس ومستر مارسيل كولر بالفانيلا اللي عليها رقم 200. 200 مباراه لقفشه مع النادي الاهلي، اعتقد في كل البطولات رقم مهم جدا. نشوف انطباعه عنه. اهم حاجه التلات نقط، وده اهم حاجه يعني. الحمد لله ربنا كرمنا، اي حد يجيب لي جوان، بس المهم الفرقه تاخد تلات نقط عشان مشوار الدوري لسه طويل يعني. فالحمد لله اهم حاجه على المكسب. النهارده قبل الماتش كنت بتكلم على المباراه رقم 200 ليك و37 هدف في مسيرتك مع الاهلي و47 اسيست، النهارده بقى 38 هدف، فما شاء الله كده عندك اهداف كتير جدا بالتحديد في افريقيا. لا يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني انك تلعب 200 ماتش في النادي الاهلي في اربع سنين ده رقم كويس جدا. مش بحب اتكلم على الارقام الفرديه كتير، اهم حاجه البطولات والحاجات الجماعيه، لكن هي مهمه في تاريخك ومهمه لاسمك بعد كده. طبعا انك تلعب 200 ماتش في النادي الاهلي ده رقم كبير جدا وتاريخ، وانا 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 فخور بحاجه زي كده، وفخور ان انا بلعب 200 ماتش في النادي الاهلي. دي حاجه تسعدني. وحته الاجوان والاهداف دي بتاعت ربنا، ببقى مركز ان انا اعمل جون او اجيب جون، لكن هو ربنا اللي بيبقى كاتب كل حاجه يعني. الجمهور دايما ليه طبع خاص مع قفشه، بيحبوك بشكل مختلف، عندك حاله مختلفه مع الجمهور، ودايما انت الجمهور بتاخد بالك منه وتركز معاه دايما. لا يعني طبعا جمهور الاهلي زي ما انا قلت، انا واحد بحب نادي الاهلي من زمان وعاشق جمهور الاهلي، سواء اي انتقاد او اي حاجه حلوه انا بقبل كل حاجه. هي دي سنه الحياه، هتبقى شويه وحش وشويه حلو، ودي سنه الحياه. زي ما الناس بتتكلم عليك كويس هيجي وقت يتكلموا عليك وحش، هي دي سنه الحياه برده. والحمد لله وجمهور الاهلي طبعا دايما على دماغي ودايما بحبهم وبقابلهم في الشارع، بتعامل معاهم كلهم كاننا اخوات، ودي اهم حاجه يعني. فالحمد لله وببارك لجماهير الاهلي النهارده على الثلاث بول ثلاث نقط الحمد لله. لفته طيبه منك جدا للقضيه الفلسطينيه وتبرعك بالتيشيرت الاصلي لمباراه الاهلي والزمالك نهائي افريقيا البطوله التاسعه ليكم، وهدفك الغالي بالتاكيد، يعني تقول ايه في الموقف؟ لا يعني دي اقل حاجه الواحد ممكن يقدمها لشعب فلسطين، انت عارف دي حاجه بسيطه جدا. اي نعم هو التيشيرت الاغلى في تاريخي واغلى جون في حياتي، لكن ما تغلاش عليهم، واتمنى لهم ان شاء الله الفتره الجايه الدنيا تبقى مستقره والدنيا تبقى كويسه، واحنا معاهم بقلبنا ان شاء الله تبقى الدنيا كويسه هناك باذن الله. مستر كولر في الصوره الاخيره بالتيشيرت اللي مكتوب على رقم 200، انت وكابتن خالد بيبو، قاعد يقول لك قفشه قفشه، وقاعد يحمسك. مش اصلا قلت له النهارده ازاي؟ مش فاهم حاجه، بس بعدين بقى نترجم. شوف قفشه، قفشه لعيب عنده ذكاء اجتماعي. ذكاء اجتماعي احيانا يكون ذكاؤه فيما يخصه كلاعب، لكن هو ما كانوش في انه يحرص على انه بسرعه يعتذر، بسرعه فاهم الناس. لا انا ما انا ما انا يعني ما كانش يعمل كده، زعلكم على راسي دايما، ما بيستناش، ما بيبيتش الحاله دي كتير. قفشه في هذا الموضوع، ولما قلنا انه ما كان ينبغي ان يبدي اعتراضه بهذا الاسلوب وهو خارج من المباراه، النادي الاهلي وقفشه وكولر تعاملوا مع هذا الموقف بمنتهى الاحترافيه. بصراحه انا مبسوط. أيوه. مبسوط من الاداء اللي تم علاج به الموضوع. لم يقبل الاهلي هذا الامر وكان حاسما صارما. حتى كابتن خالد بيبو وهو بيهزر معاه بالفانيلا قال له بس ده ملوش علاقه بال ملوش دعوه بالخصومات بالغلطه وعقاب العقوبه مستمره. ايوه فاهمني؟ ثانيا ان كولر تعامل باحترافيه، كان ممكن يبقى زي مدربين تاني بيزعلوا من المواقف الشخصيه اللي بينهم وبين اللعيبه، ما هو اعتراضه على التغيير ده اعتراض على قرار من قراراته طبعا، كان ممكن يجمده. ويشاء القدر ان هو يتعامل معاه باحترافيه والرساله توصل وما يبداش بيه وبعدين ينزله فيكسبه، يجيب هدف مش كتير بيجيب بدماغه. ما هو يعني ما انا بقول الرسائل احيانا ويحضرنه هنا مثلا موقف الزمالك لما خد قرار تربوي الناس اشفقت على الزمالك. ايه اللي حصل؟ ايه؟ قدم مباراه خارج التوقعات وانتهت بالفوز. ربنا بيكافئ القرار السليم. ايوه. فانت القرار السليم ايه؟ ان الاداره ايا كان دافعها، انا مش بناقش تفاصيل ايه في اللي حصل في الزمالك ده لا يعنيني، لكن هما واحنا وكل نادي عليه ان يبقي القرار الاقوى في يد الاداره دايما، وكل نادي بقى يستخدمه بالشكل بقى اللي ايه يفيده. او اذا كان مش معنى كده ان في ايدك اداه للماتش، لا، لان الايام هتبين انت بتستخدم هذا الحق ازاي. ولكن في كل الاحوال انا مع ان الانديه
يعني ما تقعدش تعمل حسابات معقده ماذا لو ماذا لو ماذا لو ماذا، مش هتاخد القرار السليم. قفشه اتعالج موضوعه كويس جدا، واقوى حاجه في علاج الموضوع هو قفشه نفسه. كيف تقبل قفشه النقد؟ تقبله بقبول، اتعلم منه، ما خدوش بسلبيه ولا بغضب ولا باحباط، خده بايجابيه، واستطاع بذكاء برضو انه يربط بين حدث الفانيلا 200 والمزاد اللي عايز يعمله قبليها على القضية، ما هو كلها أمور مرتبطة. واستطاع أن يحقق جون إنساني هو سماه أحسن هدف في حياتي. عشان كده أقول لك هو عنده ذكاء اجتماعي. طيب ده الهدف اللي هو جايبه بالراس، الجون ده بيفكرني بالظبط عبد الله سعيد جاب زيه بالظبط بنفس الجون بنفس التوجيه في نفس الزاوية. طيب وعلى فكرة كانت النتيجة ساعتها تعادل 1-1. الجزء الإنساني إنه قفشة يتبرع بالفانيلا اللي سجل بيها هدف القاضية في الزمالك وجاب دوري الأبطال 9، يتبرع بيها لإحدى الجمعيات اللي بتنظم مزاد بحيث إن العائد يكون لصالح هو ده ما يملكه، هو راجع يعمل إيه؟ الفكرة بالنسبة لكل نجومنا ولكل مؤسساتنا الرياضية ملهمة. عشان كده بقول لك عنده ذكاء اجتماعي. دائما اللي بيبدا يا استاذ ابراهيم انا بحترمه جدا. ليه؟ ليه بيبقى رائع الفكره جايه له كده. يعني هو في كتير لعيبه عملتها، يمكن زيزو مثلا من اسبوعين ثلاثه خلاص يبقى الفضل لزيزو قالها. ما محتاجين كل لاعبتنا بقى وكل نجومنا يتبرعوا بمقتنيات ليها قيمه عند اللي هيشتريها، وناس تانية وتحقق اهداف، وناس تانية ممكن تطلع افكار اخرى. بالظبط. هذه المبادرات الانسانيه دي عظيمه. اولا والله زي ما بيقولوا ايه، انت بتزكي عن نفسك وعن صحتك وعن الكرم اللي ربنا كرمهولك، انك تشعر بالامان، يظللك سقف ويحتويك منزل وتمشي في الشارع بامان. هذه زكاه مطلوبه من كل واحد يقدر يقدم الى هؤلاء الذين يقدمون التضحيات ويدينا المثل والنموذج الملهم. أبسط شيء نعمله وإحنا نشعر بهذه كرياضيين بهذا الفضل تحدثا بنعمة الله على الأقل. إحنا بنلاقي بعض، بنلاقي اللقمة، بنلاقي الدفى، بنلاقي الستر، بنلاقي بنمارس حياة طبيعية. هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى يستحق الزكاة. يعني أنت عندك نجوم كتيرة حققوا ألقاب وبطولات مهمة عند الجمهور، يملكوا مقتنيات تقدر يكون ليها قيمه في المزادات. وانا اظن رصيدهم بيزيد قوي عند الجماهير بمثل هذه التصرفات اللي هي فيها ترجمه للمشاعر مش بالكلام. يعني عصام الحضري الجوانت اللي لعب بيه كاس الامم الافريقيه اللي جابت البطوله سواء 2006 او 2008، احمد شوبير الجوانت اللي لعب بيه في كاس العالم، هم اتبرعوا بده ولا لا؟ انا بقترح بتقترح عليهم ما تحرجش حد. سيب كل واحد بقى فيهم كلامك بمقتنياته. عندك شيء ثمين مش يزداد قيمته لو تبرعت بيه دلوقتي، لان هو ده اللي هيخلد. يعني انا لما اكون عندي حاجه انا مثلا خدت تذكار في مناسبه بارزه مهمه اللي يعني ياخدها لها قيمه. انا لولا ان القلم اتكسر اللي خدته من دي ستيفانو في مباراه القرن، القلم الشخصي بتاعه وعليه التاج بتاع ريال مدريد، القلم اتكسر. لو سليم القلم ده انا كنت هتبرع بيه مثلا. كل واحد فينا عنده حاجه يقدر، واللي ما عندوش اذا كان هناك فائض من امواله يعطي جزء منها. يعني كلنا نملك ما نستطيع ان نقدمه في هذا الظرف. ده كلام ما نتاخرش. ده كلام مهم بمناسبه الكابتن شوبير، نشوف رايه في اداء